طيب زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في حياة كريمة للمواطن، أكيد من ضمن الحاجات والتحركات المهمة إنك تحافظ على حق المواطن، تحافظ على حق المواطن من الناس اللي هي ضميرها ما فيش خد أجازة. نروح لتحركات وزارة الداخلية، تحديدا الإدارة العامة لشرطة التموين. إحنا بنتكلم على الدور المهم اللي بتقوم به هذه الإدارة للحفاظ على حق المواطن المصري، حمايته من الغش والاستغلال، إزاي أحافظ كمان على صحته من المواد الغذائية أو التموينية اللي هي بيتم ضبطها وبتكون غير مطابقة للمواصفات أو زي ما احنا بنسمع دايما غير صالحة للاستخدام الأدمي. ده كله بيخلينا تحس إن لما بتلاقي حركة إنه أنت بتبقى مطمن على السلع اللي موجودة في السوق. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. القضايا بقى هنعرض مع حضراتكم القضايا وأبرز القضايا اللي تم ضبطها في حملات شرطة التموين، ونرجع نكمل مع حضراتكم من تاني. نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن في ضبط مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بسوهاج لتعبئته كمية كبيرة من السكر ناقص الوزن مجهول المصدر قدرت بخمسة أطنان داخل عبوات ناقصة الوزن، وضبط مالك مصنع دون ترخيص بالبحيرة لإنتاجه حلوى مغشوشة، حيث تم ضبط 14400 قطعة حلوى و800 كيلو مستلزمات إنتاج كلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمكنت من ضبط 6300 عبوة سلع غذائية و1461 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمخزن لإحدى شركات التجارة والتوزيع بالإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط ثلاثة من مالك المخابز البلدية بالقاهرة لتلاعبه في منظومة دعم الخبز وتصرفهم في كميات من الدقيق المدعم ببيعها بالسوق السوداء، مستولين من وراء ذلك على 537603 جنيهات. وضبط مسؤول محطة وقود بالقليوبية لتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرت ب 130300 لتر سولار وبنزين دون وجه حق، ومخالفة شروط التراخيص بتخزينه كميات أعلى من المصرح له بتخزينها. كما ضبطت الإدارة طنين و26 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الأدمي بمتجر للسلع الغذائية بالإسكندرية، وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالجيزة بداخله 3000 عبوة وقرص لعلاج أمراض متنوعة و8537 قطعة مستلزمات طبية جميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها. يعني طبعا ربنا يكرمهم وشكرا جدا ان هم يعني لحقوا الكلام ده. يعني لما اجي اتكلم مثلا انه كان في ضبط في احد الحملات في 24 ساعه بس، الاقي مثلا في اخميم و6 اكتوبر وحمله ثالثه 120 قضيه تموين ومخزن بدون ترخيص تابع لاحدى الصيدليات في القاهره متخزن فيه 24000 عبوه وقرص لعلاج امراض القلب، السكر، الغده الدرقيه، العظام، ضغط الدم، المعده، وكلها مجهوله المصدر وغير مسجله بوزاره الصحه. احنا بنقول جدعنه المصريين والضمير، والحمد لله رب العالمين لولا انه في تحرك من وزاره الداخليه ومن مباحث التموين كانت الحاجات دي نزلت السوق وتوزعت وكانت الناس يعني موجوده. يعني مستحضرات تجميل غش ماشي يا جماعه، يعني الحمد لله طبعا على انه الحاجات دي بيتم القبض عليها، والحمد لله ان الحملات دي بتؤتي ثمارها وان بيتم فعلا انقاذ المصريين من ان السموم دي تكون موجوده في الاسواق بصوره او باخرى، سواء اذا كانت مثلا في ادويه ولا في علاج ولا في اكل ولا كلام من ده. بس انا بتكلم ان احنا ما نبص لنفسنا في المرايه على راي الاعلان. مين قال ان انت لما تجيب دواء فاسد هيعدي؟ ما انت هتموت بيه ناس، فانت قانونا انت شخص قاتل. عشان كده لازم كمان قانون العقوبات في عمليه الغش التجاري ده يتعدل ان يبقى فيه عقوبه بجد، لانك بتعرض حياه الناس للخطر يعني ممكن تموت بني ادمين. الحاجه الثانيه انه الحملات دي يا جماعه، وليه وزاره الداخليه بتعلن على الحملات دي؟ عشان لو سمحتوا نخلي بالنا واحنا بنجيب الحاجه بنجيبها منين. يعني عندنا منافذ بيع كتيره جدا، ممكن نلاقي الحاجات المجهوله دي السعر بتاعها مغري، انا معاكم، لكن انا لما اجيب نص كيلو لحمه نظيف ومضمون غير لما اجيب كيلو عشان سعره كويس وانا مش عارف مصدره ايه. يعني عندنا منافذ بيع وزاره الزراعه، منافذ بيع وزاره التموين، منافذ بيع بتاعت القوات المسلحه، منافذ امام بتاعت وزاره الداخليه، الجمعيات الاستهلاكيه، ان كل ده، العربيات المتحركه بتاعت تحيا مصر،
ما هي كل دي بكل مؤسسات الدولة بتساهم فيه عشان ينزل فيه سلع ومواد غذائية مضمونة للناس. فأرجوكم نبعد عن الأسواق دي. يعني بصوا، يعني احنا مثلا عندك واحد مخزن 70 طن سكر متعبي بس فيه نقص في الوزن. على فكرة طب ما انت ممكن ما تاخدش بالك. لو انا بنقص من كل كيس 100 جرام مثلا، طب انا ممكن ما اخدش بالي من 100 جرام كيس، او باخد مثلا من كل ازازه مثلا شويه قد كده. يعني ان شاء الله باذن الله بقى الضمير يصحى ان شاء الله، باذن الله يعني ان شاء الله. لو ما صحيش هيصحى بالعافيه.